صباح الأمل، صباح التفاؤل، صباح النور مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان. أهلا وسهلا بحضراتكم، حلقة جديدة ويوم جديد وبرنامجكم صباح النور. حلقة النهاردة بتاريخ يوم الأربع 2/11/2022. يا رب يوم جديد كل خير وبركة وصحة وسعادة وكل حاجة حلوة. صباح الفل. صباح الفل يا إسحاق، الحمد لله تمام. صباح الخير على حضراتكم جميعا، صباحكم سعادة، صباحكم ابتسامة، صباحكم كده يا رب رزق وعافية وراحة بال وكل الحاجات الحلوة وكل أمنياتنا الجميلة على كل مشاهدينا الغاليين في كل مكان. صباح الفل. صباح الفل، ايه الاخبار؟ الحمد لله. القرارات يعني دايما دايما بنتكلم مع بعض في فكره القرار، امتى تاخد قرار وازاي تاخد قرار، والخوف من ان قراري ده يطلع صح ولا يطلع غلط في اي موضوع يخص حياتنا، حاجه تخص المستقبل، حاجه تخص الارتباط، حاجه تخص الولاد، يعني شغل، اي حاجه. فالخوف من فكره اني اخد قرار ويا ترى قراري هيطلع صح او غلط، الحقيقه دي معضله كبيره جدا جدا. وفي اوقات بيتهيأ لنا ان القرار ده صعب دلوقتي، نتائجه هتبقى صعبة، والأحسن يحصل لأحسن يجرى، وبعد وقت كتير أحس أقول إيه، كويس قوي إن أنا خدت القرار ده، كويس قوي إن أنا ساعتها مش عارفة عملت إيه. ممكن النتائج القرار ده بيبقى بعدها بحس بالنتيجة بتاعته، لكن الحقيقة إن كل حاجة محتاجة لدروس. عمرك خدت قرار وقلت كويس قوي إن أنا عملت كده وكان قرار صعب عليك؟ يعني خدت قرار ولا ما خدتوش؟ خدت قرار بس كان صعب عليك، يعني حاسس ان هاخده بس بصعوبة، عارف اللي هو عين في الجنة وعين في النار، رايح جاي اخد، هعمل مش هعمل، هعمل مش هعمل، في الاخر رحت قررت وقلت كويس ان انا عملت كده. انا بعمل كده على طول، يعني باخد القرار وايا كان بقى، يطلع صح في الاخر، يطلع غلط، يطلع كان مش مفروض دلوقتي، يطلع كان مفروض بعدين، انا احب اخد قرار ولا رجعت فيه. ولو قلت يا ريت بعد كده بتزعل من نفسك انك خدت قرار ولا خلاص؟ لا، لو هو كان طلع غلط يعني، يعني قلت يا ريتني ما كنت عملت كده. لا مش يا ريتني، بس بزعل. طبعا بني ادم عادي، بتضايق طبعا ان انا عملت كده، بس خلاص طالما خدت قرار، ما يعني مش من النوع اللي هو ايه، طب يعني معلش وبتاع وكده، فباخد القرار وخلاص، وزي ما تكون بيقولوا كده، اقطع عرق زي هدم، فهعمل وبعدين خلاص. انا بعمل ليه بفكر كتير قبلها، فلما باخد قرار غالبا ببقى مش باخد قرار وقت، ببقى فكرت كتير جدا، فلما باخد القرار خلاص بقى يطلع صح يطلع غلط، هي وظروفها يعني. أيوة. لكن اوقات في فكره تانية بقى، اللي هو لما قرار انا اجلته ما رضيتش اخده، ببقى بعد كده بحس ان انا كان فعلا المفروض القرار ده كان يتاجل. كويس ان انا اجلت. كويس ان انا اجلت، مع ان احنا يعني لعبه التاجيل دي بنقول عليها مش حلوه، وما تاجلش، واذا كنت عايز تعمل حاجه اعملها النهارده قبل بكره، بس اوقات انت بتاجل. انت عارفه مثلا قرار مثلا ان انا اتخانق مع حد، ساعات الواحد بيتعصب بقى ويبقى متنرفز وكده، كل ما تأخر القرار ده كل ما تلاقي نفسك بتفكري. فمثلا انت اما تاخدي قرار انا راح اتخانق، انت غالبا مش بتفكري، انت في فكره مسيطره على دماغك، فانت عايز تعمليها وتطبقيها وخلاص ايا كانت النتيجه، ومفيش في دماغك فكره طب النتيجه ايه. لما تدي لنفسك وقت بشويه شويه شويه شويه، تلاقي النرفزه والعصبيه هدي، تبتدي تفكري يعني ملوش لازمه، كويس ان انا عملت شكلي هيبقى وحش. بلاش الاخر يعني، بس شكلي انا هيبقى وحش. هي دي القرارات أنا اللي هخسر، اللي مبنيه على الانفعالات، يعني اي قرار مبني على انفعال او في لحظه انفعال كتير قوي كتير بيبقى مش صح. يعني مش هقول انه في 100% في كل الاحوال، بس كتير قوي القرار اللي مبني على انفعال بيكون مش مظبوط. يعني واجهتني مشكله في الشغل فانفعلت، ف يعني اتخانقت مع المدير بتاعي، مع حد من زمايلي، انا حسيت ان انا خلاص مش هينفع اكمل في المكان ده، ويعني خلاص الحمقى خدتني والعصبيه خدتني والانفعال خدني والزعل خدني، وبعدين زي ما صحابي بيقول كده اجلت فكره ان انا اخد انا همشي، انا لازم اشوف لي مكان تاني، انا وبعدين ابتديت افكر، طب ما انا لو مشيت دلوقتي عندي مسؤوليات، عندي بيت، عندي التزامات، طب انا لازم اتأنى الاول لما يبقى في بديل. فانت اجلت قرارك بانك مثلا تمشي، ده على سبيل المثال يعني. فبعد شويه لما تهدى والموضوع يعني خد وقته، وانت واللي مختلف معاه اتصالحتوا، انت المشكله بتاعتك في الشغل اتحلت، بعدين لما تفكر تقول كويس قوي ان انا اجلت القرار بان انا امشي. تاجيل قرار سفر، تاجيل قرار ارتباط بيحصل، يعني حد اللي هو لا عارفين الزن بقى اللي هي لازم تتجوز. بس ده عكس
يعني برضو ده احنا مش مع فكرة الناس اللي ما بتعرفش تاخد قرار. يعني في واحد يبقى مثلا عايز يخطب فكل ما يجي يتقدم للخطوبة تلاقيه خايف ما يخطبش وما مش عايز ياخد مش عايز يتحمل مسؤولية عشان قرار ده خوف من القرار مش قرار مبني على انفعال. في فرق كبير بين الاثنين. هنا خوف من القرار هو ما عندوش القدرة على اتخاذ القرار في حياته. لكن احنا بنتكلم على الناس عادي اللي بتاخد قرارات في حياتها، سافر اقعد اتجوز اعمل افتح بيزنس اعمل معرفش ايه، عندي قرارات كتيرة جدا في حياتي فبفكر فيها. فاحنا بنقول القرارات الانفعالية غلط، وممكن اوقات كتيرة بيبقى تأجيل القرار هو اللي صح. واحد عايز يفتح مثلا مطعم، يعني فكرة جت في دماغي مراحل، واحد عايز يفتح مطعم تمام وخلاص وبيشطب المحل والدنيا تمام وبتاعه، وعايز يعمل افتتاح كبير بقى ويعزم الناس كلها، بس للأسف في كورونا في الفترة اللي فاتت مثلا. لو فتح يبقى ده قرار غلط. يفتح لا اما خلاص يعمل افتتاح كده بس ممنوع حد يدخل، وكان ممنوع المطاعم مش عارف ايه وبتاع، واحد عايز يفتح كافيه مثلا شرب مثلا ولا حاجه، طب اصلا ممنوع كان القعده على الكافيهات، يفتح مثلا في وقت فده تاجيل اختيار التوقيت تأجيل المناسب. القرار كان في اللحظه دي كان صح، ما كانش غلط. فتوقيت القرار وازاي اتخذ القرار اعتقد ده احنا كمان محتاجين نعرفه لاولادنا. يعني انا بنصح الاباء والامهات لو جاز لي يعني النصيحه، يعني علم ابنك او بنت، لو علمت ابنك او بنتك ياخد قرارات اللي انت شايفها بسيطه وسهله ومش هتدمر حياه الاسره، سيبه من هو صغير يختار قرارات، ويختار قرارات غلط. ما انا مش هختار قرار صح الا لما الاول اخد كام قرار غلط. يعني يختار لبسه ايه، هيلبس ايه، هياكل ويشرب ايه، هياكل ولا مش هيشرب، هيروح المطعم الفلاني ولا المطعم الفلاني، حابب يجي معانا الرحله ولا ما يجيش، حاجات اللي هي البسيطه دي سيبه هو قطعا هو اللي ياخد فيها القرار. يجي يعيط لك بعد كده ده قرارك، فبعد كده هيبتدي يعرف ان في حاجه اسمها قرار وده بيبقى ليه تاثير عليا سلبي او ايجابي. لا يا عم افكر بالظبط كده. يعني كنت لسه بكلمكم على موضوع الارتباط، يعني واحد في فتره الخطوبه لقى ان في مشاكل كتير وهما الاثنين مختلفين في الراي وعلى اقل حاجه بيتخانقوا، وهو يقول لها انت وهي تقول له انت، وبعدين نفضل ايه لما نبقى مع بعض الحياه هتبقى كويسه، لما نبقى مع بعض ممكن انا اغيره وهو يغيرني، نفضل كل واحد ايه يعني يقول لك لما نبقى مع بعض، وبعدين فجاه واحد من كتر المشاكل يقول لك انا قلقان انا مش مستريح انا محتاج ادي نفسي فترة أو هدنة إن أنا أعيد التفكير مرة تانية، أخلي المواقف تخليني أحكم أكتر. بعد ما كان حاجز الفرح فرح وبقي عليه شهر بقي عليه شهرين، خلاص الوقت قريب جدا، فجأة ياخد قرار بالتأجيل ويقول لا إحنا ندي نفسنا شوية وقت. يمكن التأجيل ده اللي حواليك يستقوا من القرار بتاعك، يلوموك عليه، يقولوا لك ليه عملت كده، إحنا كنا عاوزين نفرح بيك، طب الترتيبات، طب الناس، طب اللي مش عارف عملنا إيه، حجزنا إيه. أنت خلاص خدت قرار بالتأجيل إن دي حياة وده مصيري وده اللي جاي ودول ولادي وهيبقى ويبقى ويبقى، فانت قررت ان انت هتأجل. بعد فترة من التأجيل بتاعك تكتشف مع الوقت ومع المشاكل اللي انتوا مكنتوش تنفعوا مع بعض، وتاخدوا قرار بان كل واحد هيشوف طريقه يعني خلاص مع حد تاني. مع السنين تجري في ناس تشوف ان قرارها ده صح جدا، قول كويس ان انا أجلت، لو كنت تسرعت وما أجلتش القرار بتاعي كان زماني لبست والحادثة حصلت. يعني القرارات احنا معنا تليفون معنا منى نشوف رأيها. طيب انا مش عارف ماشي قول. يا استاذة منى صباح الفل. صباح الخير. صباح الخير عليك، اهلا بيك. اهلا بحضرتك، لو سمحتي انا عندي مشكلة في التردد، يعني انا لما باجي اختار اي حاجة بكون مترددة جدا. المشكلة دي عبالي حاجة نفسية، يعني اي حاجة اختارها او قرار اخده بكون مترددة وافضل افكر فيه كتير. حتى لو حاجة بسيطة يا منى، حتى لو حاجة بسيطة، يعني القرارات الكبيرة اللي بتعمل فيكي كده ولا الحاجات حتى البسيطة؟ لا حتى الحاجات اليومية البسيطة بكون مترددة فيها جدا. واحيانا لما اخد القرار مثلا واحس اني اندفعت فيه ده بيخليني اتردد بعد كده اكتر. فالموضوع ده اللي ازمه. طب انا عايز اسالك سؤال يا منى وانت صغيره، يعني بابا وماما في البيت كنت معودينك تفكري تاخدي قرار ولا هم كانوا بياخدوا لك قراراتك؟ يعني التركيبه كده اللي انت كنت بتتعاملي بيها في البيت من ناحيه القرارات. لا عادي كان بيسيبوني براحتي اختار قراراتي براحتي عادي. انا ببقى خايفه من النتائج، ببقى عايزه الحاجه الصح. لما بتروحي تشتري حاجه يا مدام منى، استاذه لما بتروحي تشتري حاجه مثلا، هتشتري شقه، هتشتري عربيه، تشتري يعني حاجه بفلوس كتيره، يعني بتبقي خايفه
بتبقى في حاجة جواكي كده متشككة من حاجة، صح؟ جدا. حتى لو حاجة كمان بسيطة زي لبسي، لازم اخد حد معايا، اختي او حد اللي يختاري واخد رأيه. فمش عارفة، واحيانا بحس ان الدفاعية برضه نتايجها بتكون اسوأ، فببقى اكتر في موضوع التردد. فياريت مش عارفة أي حد من الناس. تمام، عنينا، حاضر، ميرسي يا أستاذة منى، ربنا يخليك. بصي، في ناس مثلا يروح لمعرض العربيات، هو خلاص قرر ان هو يشتري عربية، تمام، فيقول له العربية دي بكام، يقول له بكذا، ويختار عربية حسب ميزانيته، تمام، ويظبط ورقه كده وبتاع، ويقول له أنا هاجي بكرة أخلص في العربية دي. يجي بكرة لو رن عليه 100 مرة ما يردش، هو عنده مشكلة، اتردد خلاص، حاسس انه مش قادر ياخد القرار. اتردد، هو بيجي ياخد القرار، عارفه بيظهر قدامه 100,000 حاجه. انا اول ما اخرج من المعرض العربيه دي هتنفجر، وفلوسي كلها تضيع، وانا اصلا ماضي على نفس الشيكات، ومش عارف ايه. عارف انا لو اشتريت الشقه دي الراجل اللي كان ساكن فيها هو اصلا مش صاحبها، ويبتدي بقى يتشكك، لا او كمان يتاثر باراء اللي حواليه. ده مش يعني بس الاراء اللي حواليه، لا هو هي الاساس في الموضوع، اللي دايما بيبقى متردد بيبقى متشكك ان قراره يطلع غلط. انا رايي يعني، طبعا انا مش بفهم في قصه النفسيات وكده، محتاجه دكتور نفسي، لكن انا بشوف مثلا الحل بتاعها ايه بقى. ان انا افكر ايه اخر حاجه ممكن اوصل لها صعبه جدا بفكر فيها، ايه اللي هيحصل يعني. فاهم ازاي؟ ايه اللي هيحصل يعني؟ العربيه اتخبطت عادي، ما انا مامن عليها قبل ما اخرج، هامن عليها قبل ما اخرج من البتاع، وبروح اوديها التامين. اتضحك عليا في 2000 جنيه في 10,000 جنيه زياده، مش مشكله، ما هي تمنها هيغلى بعد كده، بقعد احسبها، بقعد احسبها. حط اسوء الاحتمالات، حط اسوء الاحتمالات وبتكل على الله. اشتريت، ما دام منى بتتكلم حتى في الحاجات الصغيره، اللبس مثلا، ولا اشتريت حاجه وطلعت يعني مش حلوه عليا قوي، خلاص هبقى البسها في البيت. هنفكر معاكم في الحل، بس تعالوا نشوف استاذ صموئيل خد قرار قبل كده بالتاجيل وشافه صح ولمصلحته ولا لا. صباح الفل يا استاذ صموئيل. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل. اتفضل. انا كنت عايز اتكلم نفس النقطه صغيره، مهم اتخاذ القرار ان انا نكون في الاسره نشارك كلنا. يعني انا في بيتي ما باخدش قرار غير لما نقعد مع بعض نتكلم مع بعض. اولادي برضو طلعوا كده، مهم ان احنا نعلمهم ان ياخدوا قرار لوحدهم، لان في قرارات بتبقى مصيريه في حياتنا لازم نشترك فيها، ونعلمهم ازاي ثقافه اتخاذ القرار يعني. استاذ صموئيل، حضرتك عندك اولاد اعمارهم قد ايه؟ انا عندي كورولوس 5 سنين جميله، بكريوس، ودينا في عسناد. ربنا يفرح قلبك بيهم. بس انت لو جيت في وقت كده لقيت ولادك واحد فيهم بيقدر ياخد قراراته من نفسه بيتحمل مسؤوليتها، وحد من ولادك او الابن التاني دايما متردد من وهو صغير، يعني يجي عايز يشتري حاجه يقول لك مش عارف ده ولا ده، طب قول لي انت يا بابا، طب فكر لي انت يا بابا، بتتعامل معاه ازاي لو لقيته دايما متردد؟ هو انا بساعده في اتخاذ القرار. يعني انا عندي ابن كبير حاليا بياخد قراراته لوحده، بيستشيرني طبعا في قرارات بتبقى مهمه في حياته، ده مهم. صغير ممكن لسه طبعا شويه في بدايه حياته الدراسيه، فبحاول اساعده، لكن انا يعني بديهم حريه اتخاذ القرار بالقيود طبعا. يعني طبعا لازم تكون حضرتك موجود طبعا، تشرف على القرارات دي او تنصح طبعاً. صباح الفل على حضرتك وشكرا ليك. هي جميله الجمله اللي قالها، معانا تليفونات؟ لا، جميله النقطه اللي قالها، فكره ان هو ابنه بيستشيره، دي حاجه كويسه جدا. احنا كمان لو اتعودنا نستشير كل احد في تخصصه تبقى حاجه جميله جدا. يعني مثلا واحد هيشتري عربيه يشوف حد في العيله او حد من اصحابه بيفهم في العربيات يستشيره، اجيب كذا ولا كذا ولا كذا، اسكن في الشارع ده ولا المنطقه الفلانيه ولا المنطقه الفلانيه. مفيش مانع ان انا اسال ويقول لك اسال استشير، اللي هو كانت الحمد لله كانت معموله زمان دي. فاسال واستشير، دي حاجه كويسه جدا على فكره، دي بتقرب اكتر وجهات النظر، بس محدش ياخد لي قرار. يعني انا لما اقدم لحد استشاره او لما استشير حد، لا احب اخد لحد قرار ولا حد ياخد لي القرار، انا القرار ملكي حتى لو غيري هو اللي شاور لي.
اصل هم قالوا لي ان البنت دي حلوه فاتجوزها فانا اتجوزتها وطلعت استشارتهم وحشه. لا ما طلعتش استشارتهم وحشه، هي كويسه وانت كويس، بس انتوا غير مقبولين مع بعض، بس انت حسيت في وقت من الاوقات ان هم طالما بيقولوا ان هي كويسه خلاص تبقى كويسة. يبقى 100 فل و14. ما حكمتش عقلك، وانت كمان ما حكمتيش عقلك. اصل فلان قال شكر لي جدا في المنطقه دي وانا مش حابب المنطقه دي، قال لي مدينه نصر حلوه بس انا كان نفسي اسكن في مصر الجديده وخدت مدينه نصر. لا مفيش حاجه اسمها كده يعني، ما انا كان نفسي اسكن في شبرا بس هم قالوا لي الظاهر حلوه، مناطق قريبه من بعضيها، انا بقارن يعني كده. ف لا دي ارتياحك انت الشخصي يعني، انا بستشير وانا في الاخر بلجأ للي بيرتاح له قلبي. انا بشوف كده بقى اللي انا مرتاح له، اذا كان كل الاشياء متشابهه بالنسبه لي، ده زي ده، المنطقه دي حلوه، المنطقه دي كويسه، العربيه دي حلوه، العربيه دي كويسه، الانسان ده كويس والانسان ده كويس، يبقى اللي يرجح الكفه هي فكره الراحه، انا مرتاح. ناخد راي حد عنده خبرة في حاجة معينة واسمع الآراء، لكن في الآخر الحكم هيبقى ليه. بس احنا لازم نعلم ولادنا من وهم صغيرين ازاي ياخدوا القرار حتى ولو في حاجة بسيطة. الأم والأب اللي لقوا ولادهم دايما شخصياتهم يعني مش عارفة تاخد قرار، محتار في كل حاجة، يا بابا طب انت اعمل ده، طب انت سوي ده، لان احنا كتير بنخلي ولادنا اعتمادين واتكالين علينا، احنا اللي بنختار لهم لبسهم، ولو هو فكر ان يقول لي الجزمة دي حلوة انا نفسي في ده، لا ده احلى، لا ده احسن، لا انا شايف كذا. الكلام اللي احنا بنعمله مع اولادنا احيانا من غير ما نقصد بدافع ان احنا عاوزين نريحهم او نديهم الاحسن، بيطلعهم ما بيعرفوش ياخدوا قرار، وبتكبر الحكايه دي معاهم. لكن النهارده بنقول لو انت عاوز تاخد قرار حط فعلا اسوأ الاحتمالات، فكر كويس جدا، خد استشاره الناس اللي حواليك، وفي الاخر حتى لو انت اخفقت في القرار وماله مش مشكله، بنتعلم من اخطائنا. لكن بلاش الاخطاء بقى او القرارات المصيريه اللي ما فيهاش رجعه، هي دي اللي لو تاجيل القرار هيفيدك أجل القرار، يعني لما تأجله وترجع بعد كده تفكر تاني أحسن إنك تاخد قرار متسرع ما تعرفش ترجع فيه. أستاذ غبريال صباح الفل. صباح الخير يا صباح الخير على حضرتك. أهلا بيك. صباح الفل على حضرتك. اتفضل. بالأمانة أنا يعني فرحان إن أنا بتكلمكم دلوقتي، لأن أنتوا يعني أحسن كومنت أنا بحب أتفرج عليكم يعني. ربنا يخليك، ده من ذوقك، ربنا يخليك. بالنسبة للقرارات أنا عن تجربتي الشخصية عايز اقول لك ان انا مريت بقرارات كتير خطا. ايوه بس للاسف جت عليا بالعكس، خلتني ان انا عايز اقول لك ان انا يعني اتعاقب على القرارات دي. بتعاقب نفسك ولا حاسس ان الحياه هي اللي بتعاقبك على القرارات دي؟ لا انا بعاقب نفسي طبعا، لان القرارات دي كانت في ايدي انا وانا اللي اخترتها. انا اقصد بان الحياه بتعاقبك بان النتائج القرار بتاعك خليتك تبقى تعبان في حياتك، يعني فاهم قصدي؟ اكيد طبعا، وانا لحد دلوقتي لسه بجني ثمن القرارات اللي انا خدتها في حياتي. برجع ان انا سبت شغلي و يعني الحاجات يعني القرارات ديت، بس انا للاسف ما لقيتش حد حواليا ان انا يشاركني في القرار، حاجه تزعل. طب انت حضرتك خدت القرارات دي بشكل منفعل؟ يعني انت كنت غضبان او كنت متضايق فخلاص انا هعمل كذا؟ اكيد طبعا، بس انا ما كنتش لاقي حد جنبي ان انا اخد القرارات الصح. حتى لما كنت بلاقيهم جنبي ما كانت قراراتهم بتبقى عكس قراراتي. يعني انا كنت ببص لقدام بس هم قراراتهم هم باصين للوقت الحالي، انا باصص لقدام. فعشان كده في قرارات كانت صعبه وقرارات كانت صح انا اخذتها صح. بس الحمد لله طبعا. استاذ غبريال طول ما احنا عايشين بنتعلم، ومفيش حد فينا كل قراراته بتبقى سليمه ومظبوطه، ممكن ناخد قرار ويطلع مش مظبوط ونعاني منه، لكن اكيد علمنا ناخد قرار المره اللي بعدها بشكل مظبوط ونتأنى ونفكر حتى لو مفيش حد جنبي. يعني لو مفيش حد حواليا استشيره انا اتعلمت افكر ازاي واتأنى ازاي وما بقاش متسرع ازاي، فاكيد كله لخيرك يعني ان شاء الله. ربنا معاك. وانا بشوف ان كل واحد خد قرار غلط، انا مش هقول غلط، انا هقول هو خد خبره في حياته. انا بعد كده لما اجي اخد قرار في نفس الموضوع ده هبقى استاذ، هبقى ليه؟ لان انا عندي خبره. وفي مصريين يقول لك اللي اتلسع في الشوربه
ينفخ في الزبادي. مظبوط. فالقصه ايه باختصار؟ القصه باختصار ان انا يعني اي قرار خدته غلط ما يعني هو خبره. مين فينا ما بياخدش قرارات غلط؟ ده احنا في حياتنا اليوميه ياما بناخد قرارات غلط. ياما بدخل مثلا جعان في وسط اليوم كده فادخل اجيب اكل من مطعم اتوسم فيه الخير، اقول له هات لي علبه مش عارف ايه ولا طبق ايه ولا مش عارف ايه بتاع، ويطلع قرار سيء جدا، يعني اروح بعد كده على الدكتور. فخبره. فبعد كده اما حد يقول لي بص بقى انا هجيب لك معايا المطعم اللي على الناصيه ده، اقول له بص المطعم اللي على الناصيه ده فيه وفيه وفيه مثلا يعني. فبقول ايه؟ بقول ان اي قرار انا النهارده باخده غلط ده بيزودني خبره مش بيقلل مني. عايزين بس نقول لحضراتكم ان اللايف مش موجود على الصفحه، معلش احنا عندنا مشكله في الانترنت، وان شاء الله اللايف يبقى معانا في الايام اللي جايه، لكن تقدروا تدخلوا على صفحه القناه سي تي في ايجيبت هتلاقوا الصوره. في كذا حد بعت صوره ايه، هتلاقوا الصوره عليها يعني صورتنا وعليها اسم البرنامج، وممكن تكتبوا لنا التعليق بتاعكم تحت الصوره واحنا هنقرا كل تعليقاتكم. طيب. تليفون معانا تليفون. طيب يا استاذ نادي صباح الفل. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا استاذ. صباح الورد. يا رب يجعل نهارك كله خير. تعيش يا غالي. ويجعل قراراتك كلها ناجحه. يا رب. اتفضل. انا هقول لك الملخص المفيد. ايوه. لن تندم اذا سبق عقلك قرارك. واخد من حضرتك؟ ايوه. انا بقعد انا والبيت بنفكر انا واولادي في اهو القرار مثلا. ما مش عارف ان انا اخد القرار لوحدي وبتاع ولا مش عارف كبير ولا ايوه اللي يفكر بجديه يعني بس انا ممكن تكون خبراتي يا استاذ نادي قليله، وشاب النهارده لسه متخرج من الجامعه ولا حاجه وقدامه شغل في كذا ولا في كذا وقدامه سكه سفر ولا ما يسافرش، قرارات صعبه بعدين يبقى في سرعه كبيره. ايوه تمام. اللي ملوش كبير. انا اقول لحضرتك على حاجه، انا ابني ما يقول لي اشوف الشركه دي بقى ولا اشتغل في الشركه دي، اقول له اسال مثلا اولاد خالتك مهندسين كبار اسالهم. ايوه. انا ما فيش في انا مش مهندس. اقول له لا يا حبيبي اسال استشير زي ما انت حضرتك بتقول لك عندك زمان اسال استشير. صحيح. ان انا ما اخدش من نفسي القرار عشان ما ندمش بعدين، وجايز عدلك تبقى مش حلوه يعني. تمام يا استاذ نادي، اذا ان احنا نسال ونشوف الاكبر مننا والاكثر خبره. بشكرك جدا يا استاذ نادي. صباح الفل على حضرتك. شوف التعليقات. نشوف التعليقات. في كرولوس عاطف بيقول لنا صباح الخير عليكم، وانا باخد قرارات غلط لما اكون عامل دايت واروح اكل كتير او بتندم تقعد تانب ضميرك كتير. ده احلى قرار. عارفه اللي ياكل كتير ده يبقى قرار بيبقى يعني حلو يعني يبقى تعبان وحارم نفسه وعامل دايت وابتدى يحس بنتيجه بعدين ياخد قرار يقول لك انا بدل ما تقولي له الف هنا بتشككي انا الحرمان تعبان قولي له الف هنا يعني لا اللي عامل دايت وتعبان فيه صحتك اهم من الاكل، الاكل ده متعه لحظيه وبتروح بعد كده. صدقيني اللحظه الاكل الحلو ده ما يتعوضش. تسمعوش كلام خلي الدايت لا لا تاكلوا اكل حلو بس بحساب يعني. تريزا ام ملاك بتقول صباح الجمال، عايزه اقول لكم انا اصعب قرار في حياتي هو يخص اولادي في تعليمهم، ولحد دلوقتي مش قادره اخد قرار يفيدهم، وده يعني كلمه قرار دي صعبه قوي قوي. يعني حساباتها تدخلهم مدارس ايه او تعليمهم ايه بترجع لاكتر من حاجه، بترجع لمكان سكني مثلا، ايه اقرب مدرسه، ايه امكانياتي الماديه، هدفع ايه في المدرسه، إيه وابتدي اسال كمان من خبرات الناس زي ما اسحاق كان بيقول كده، اخد راي ناس قبلي دخلوا هنا وهنا وهنا وربنا يرشدك يعني. حاجه الميزانيه صدقيني انا بقول للمحاسب الميزانيه برضو دي من الحاجات المهمه جدا يعني. فاهم حنا بس تقريبا انا ما اعرفش ده اسمها ولا اسم جوزها بتقول بحب البرنامج شكرا لحضرتك، اكتر قرار اخدته ما ندمتش ان اسيب خطيبي وسبته، وهو كان قرار صعب شويه بس ربنا قواني وقدرت وربنا كرمني بانسان فعلا هديه، ربنا يخليه ليا ويفرحنا باولادنا ويفرح قلبك بكل اللي بتتمناه جوزي حبيبي، ربنا يخليكوا لبعض. هي كانت مخطوبه خدت قرار ان هي تفك الخطوبه دي، وبتقول ان هي بعد فتره اكتشفت ان القرار صح جدا بعد ما ارتبطت بانسان هي شايفه ان هي متفاهمه معاه وبتحبه وعايزه تعيش معاه العمر كله. انا بشوف ان ده
قرار صائب جدا، يعني ان حد قال ما ينفعش نكمل. ده بالذات مواضيع الارتباط دي بالذات هي اللي محتاجه ان احنا نفكر مره واثنين وثلاثه، وخلي احساسك لو في حته قد كده مش مرتاح فيها اوعى تتردد ان انت تاخد قرار. جوانيت غبريال بتقول صباح الخير عليكم، تاجيل اتخاذ القرار وقت الانفعال نتيجته بتكون احسن، لكن لو في قرارات مصيريه بتتعلق بحياتنا ما ينفعش تتاجل، المهم تكون القرارات بعيده عن العواطف والانفعالات. كارولوس بيقول انت عايز تبقى حرام عليك عايز تبوظ لي الدايت، يا عم ما تبوظش الدايت يعني ماشي. شفت انت كنت محتاج صوت ضمير يا كارولوس، انت كنت محتاج حد يبقى صوت ضميرك يقول لك ما تبوظش. انا ممكن ابعت لك بقى في الرسائل بقى الاطباق الحلوه والاكلات الحلوه، الدايت ده ما تفتحش الرسائل، يا اما بنعمل دايت ويبوظ يعني. يا سلام. تينا ناصر بتقول صعب ناخد قرار واحنا متعصبين، عشان ناخد قرار ما تندمش عليه بعد كده، لازم تكون هادي عشان تفكر صح. انا معاكي جدا، يعني مفيش حاجه اسمها قرار وانا متعصب لحظه غضب. لحظات الغضب احنا بناخد قرارات انفعاليه للاسف بنندم عليها بعد كده. لا انا متعصب، اهدى اهدى اهدى، ودي لنفسك وقت يوم اتنين تلاته تلاقي نفسك بتفكر بعقل، ولو العقل ده قال لك اعمل كذا يبقى غالبا هو ده هيبقى اللي صح يعني، بس مش اعمل كذا ناذي حد يعني، انا اقصد يعني القرار اللي انا هاخده يعني. بص في كذا تعليق يخص موضوع اللبس والبنات والستات، في البنات والستات بقى ينزلوا يشتروا حاجه فيقعدوا يلفوا على المحلات وبعدين شفت الحاجه اقول لك لا لا اقيس والله حلوه جميل عليا، لا استني لما الف والف بقى الجمهوريه كلها عشان خاطر الاقي حاجه اصل يمكن الاقي الاحسن. أي. وبعد ما اشتريها احس ان انا ندمانه ان انا اشتريتها. مش بس بعد ما اشتريتها دي هتلف الدنيا كلها تروح تشتري من اول محل. لا لا وبعد كده ايه يعني، انا هقول لك اللي بيحصل، وخصوصا لو في مناسبه في عيد في عيد ميلاد وبعدين رحت المناسبه دي رحت الكنيسه رحت اي حاجه وشفت حد لابس حاجه عجبتني، ازاي انا ما شفتش دي، إن انا متضايقه وده احسن من ده، وابقى متضايقه واكله في نفسي على ان انا اتسرعت واشتريت. ابدا. في ناس يعني اقول لكم استاذ مخلص نجيب وام شنوده بيتكلموا على الموضوع ده، اللي هو انا لو جبت حاجه خلاص عجبتك وحلوه عليكي مالكيش دعوه بالباقي ادخلي اشتريها وخلاص. فينا صبحي بتقول صباح النور عليكم، انا اشكر ربنا اني كنت هاخد قرار باني اسوي معاشي وخلاص، كنت رحت اعمل الاجراءات ولكن كان في اعياد وقالوا لي بعد العيد، وانا كنت بصلي من كل قلبي ان ربنا يقول كلمته ان صح القرار ولا لا. الحمد لله اشكرك يا رب، رجعت في قراري وكملت لغايه ما طلعت معاش في تمام الستين سنه، فالمفروض ان القرار يتاخد وانت هادي ومش منفعل لاي سبب. ربنا يديك الصحه وكويس انك خدتي القرار وانت مقتنعه بيه. في بقى ناس لما تروحي تستشاريهم يقولوا بقى حاجات غريبه جدا، من اول اللبس اللي انتوا بتتكلموا عليه بقى. موضوع اللبس ده ازمه. فاهم ازاي؟ حلو عليا؟ ده جميل. طب وده حلو؟ ده تحفه. طب وده؟ ده رائع. طب يا عم انا كسبت. لا وابعت الصور لاختي والبنت خالتي والبنتي. بس الرجاله ما بيعملوش. لا نقول على البنات، الرجاله بيقولوا صباح الخير يا باشا، عندك قمصان وبنطلونات؟ يقول له عندي. يقول له بكام؟ ده اول سؤال. اول ما يشوف حاجه يقول له بكام؟ بكام دي المناسب للميزانيه؟ خلاص هات لي ده وهات لي ده سلام وروح مروح البيت. لا بكام دي عند البنات، لو لقى الحاجه سعرها حلو يقول لك ده لقطه وده عليها سيل ودي مستورده، الم شويه حاجات عشان سعرها. ده انا جبت ثلاث بيجامات بسعر واحده بعد ما اخد دي لما ومش مشكله دي ضيقه عليا خدها لما اخس ودي واسع عليا لما واخد الحاجات دي وبعد شويه اقعد اعيط جنبهم انا ايه اللي خلاني عملت كده، الميزانيه خلصت والمرتب خلص ودول مش حلوين عليا. فموضوع اللف واللبس عند البنات دي مشكله، الحاجه اللي تطلع حلوه عليكي خديها ومن غير ما تندمي ولا تفكري، المهم ان انت تقفي قدام المرايه كده يعني راضيه عن شكلك ومبسوطه بيه، دي اهم حاجه. طيب وائل معانا؟ لا هم عاملين يقولوا لنا الوقت بس فيعني لو طيب ماشي. طب ممكن بس اخد اخر تعليق. وائل فانوس بيقول اصعب قرار دايما بيحصل معايا متكرر وبيوجع قوي، لاني بتاخر ان احس بحد عاوز ازوره او اكلمه، بعد وقت صغير اتاخر الاقيه راح السما. حصل معايا ده 3 مرات في السنه دي القرارات الصراحه اللي ما بتتجلش. لا ده ساعات كمان يبقى انا مجهز رقم التليفون، يعني بطلع رقم تليفون حد فلاقي مثلا حد اتصل شركه التليفون المحمول مثلا اتصل واحنا يا فندم عندنا عرض ليك وبتاع، ينسيني ان انا كنت هكلم الراجل التعبان ده. وبعد كده الواحد بيبقى مش قادر يوري وشه للناس يعني. طب ازاي انا مش يعني بتبقى حاجات صعبه يعني. لكن انا رايي في الحاجات دي في الحاجات الانسانيه دي اللي ما لا تحتاج اي تاجيل، والمواقف الانسانيه ما بتحتاجش اي تاجيل لا في الزياره ولا في المساعده لو انا اقدر. هي دي ندمها بيبقى صعب بيوجع قوي طبعا، ما بنعرفش ان انا نتغاضى عنه.
عشان وقتنا صباح الفل عليكم جميعا، ودلوقتي نخرج معاكم لفاصل وبعدها نرجع نكمل باقي فقرات حلقتنا.